السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال دايما. احنا هنكمل في السلسلة اللي احنا بنكمل فيها بتاعة البارشال دينشر، عشان لقينا الناس في مشكلة عندها في البروست، فهنحاول نركز الفيديوهات الفترة اللي جاية ان شاء الله على قد ما نقدر ان احنا ناخد كل يوم كده حاجة بسيطة من البروستو، لغاية اما نوصل ان احنا يعني نسهله للناس بأحسن طريقة ممكنة. مش محتاج بقى أكد عليكم زي كل مرة كده، اللي يشوف الفيديو يعجبه يدوس لايك، يكتب لنا كومنت حلو وينشر الفيديو ما بين أصحابكم، انشروا الفيديو ما بين أصحابكم. أنا هو بحاول ما بقصرش معاكم خالص، تقريبا 3 4 فيديوهات في اليوم، بحاول بكل طاقتي والله إن أنا يعني أعمل كل اللي أقدر عليه، فما تأثروش معانا أنتوا كمان، وأعملوا حاجة بسيطة يعني لايك وكومنت وشير بس، مش أكتر من كده. طيب هناخد النهارده، هنكمل في السلسله بتاعه البروسو زي ما احنا بنقول، هنتكلم على النقطه بتاعه الميجر كونكتور. الميجر كونكتور عندنا بنقسمه يا اما ابر يا اما لور، بنقسمه يا اما ابر يا اما لور. طيب في الابر بتبقى الحاجه اللي بتبقى فرق بالنسبه لي، او الحاجه المهمه بالنسبه لي، او الحاجه اللي انا باخد بالي منها في الابر، او اللي بتحدد لي حاجتين، خلينا نقول حاجتين: عظمه اللي هي في منتصف البلد اللي هي التورس بلاتينس، وعدد الاسنان المفقوده. الاول لو عندي العظمه، هاجي على العظمه دي اشوفها كبيره ولا صغيره. لو كبيره يبقى مش هقدر امشي او احتل جزء كبير من البلد، فهمشي زي حدوه الحصان او اليو شيب او الهورس شو او اللي عامل زي حدوه الحصان. يبقى انا لو عندي التورس بلاتينس كبيره مش هقدر اخترقها، او مش هقدر امشي على البلد، او مش هقدر اعمل على البلد، فهعمل اليو شيب او الهورس شو. طب عندي العظمه صغيره، يبقى هعمل زي فتحة الشباك كده، هعمل انترو بوستيريور بالاتال ستراب، الانترو بوستيريور بالاتال ستراب. طبعا افرض ان العظمة مش موجودة، التورس بلاتينس مش موجودة، يبقى هشوف عدد الاسنان المفقودة قد ايه. عدد الاسنان المفقودة كبيرة على الناحيتين، يعني عندي كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 1 مثلا، ومفقود اسنان كتير على الناحيتين بايلاترال، يبقى لازم اعمل اقصى تغطية او اقصى حاجة، او امد التغطية كبيرة على البلت، يبقى هعمل فول بلتال بليد. طب عندي عدد الأسنان المفقودة قليلة ومفيش طبعا عظمة، العظمة مش موجودة، يبقى همشي حاجة صغيرة اللي هي البلتال ستراب اللي هي الرفيع. يبقى ده كده بتاع الأبر. عندنا الهورس شو، لو العظمة كبيرة، لو العظمة صغيرة هنعمل لها زي الشباك. الأنترو بوستيريور لو مفيش عظمة خالص على حسب الأسنان، لو مفروض أسنان كتيرة يبقى هنغطي البلك كله الفول بلتال بليد. لو الاسنان المفقوده قليله يبقى همشي حته صغيره اللي هي البلاتال استراب. ده بالنسبه للابر. طيب بالنسبه للور، المسافه تحت الاسنان، لو عندي قال لي المسافه تحت الاسنان كبيره، او قال لي اللينجوال فرينم بعيد عني، او قال لي الفلور اوف ماوس بعيد عني، يعني المسافه تحت الاسنان كبيره، يبقى همشي اللي بيمشي تحت الاسنان اللي هو عامل زي البار، يبقى هعمل البلاتال بار، يبقى هعمل اللي بيمشي تحت الاسنان اللي هو البلاتال بار. لو المسافه تحت الاسنان قليله، او ساعات بيجيب كده حته صغيره ان انا مش هعرف امشي تحت الاسنان لاي سبب في التورس مانديبلاريس اللي هي العظمتين اللي بتبقى هي على اليمين والشمال عند البريمولر، او قال لي مثلا الفرينم عالي قوي ماشي عالي قوي، او قال لي الفلور اوف ماوس مرتفع قوي، اي سبب ان المسافه تحت الاسنان بقت اقل من 6 مللي، يبقى مش هقدر امشي تحت الاسنان، همشي على الاسنان كلها اللي هي البلاتال بليت اللي هو عامل زي الشريحه البلاتال بليت. طيب لو الاسنان بتتهز، فيها هزه، فيها بيريدونتايتس، فيها موبيليتي بتتهز، يبقى هعمل زي حزام للاسنان، هحزم الاسنان، هعمل لها الدبل لينجوال بار اللي هو بيبقى فوق وتحت، او الكينادي بار. طيب قال لي ان الاسنان راجعه لورا او ريترو كلايند او راجعه للخلف، يبقى مش هنقدر نحط الميجر كونكتور من جوه، من ناحيه جوه، يبقى هنعمل ميجر كونكتور منين؟ من ناحيه بره اللي هو الليبيال بار. يبقى دي كده الحاجات بتاعت الابر والحاجات بتاعت اللور، الوظيفه الاساسيه بتاعت الميجر كونكتور ان هو بيربط الاجزاء اللي ناحيه اليمين مع الاجزاء اللي ناحيه الشمال، بيربط الاجزاء مع بعض اليمين مع الشمال. و النقطة المهمة التانية ان هو لازم ما يجمعش اكل، ما يعملش فود امباكشن، ولازم يكون ريجيد، لازم يكون ناشف عشان يقدر يتحمل الضغط، ولازم يبقى بيغطي اريا كبيرة عشان يعمل ستريس ديستريبيوشن ويقدر يوزع الضغط. دي تقريبا كانت معظم الحاجات او كل الحاجات اللي في الميجر كونكتور.
تقريبا ده الجزئية كده بتاعت النهاردة، حاجة بسيطة خالص زي ما انا قلت لكم كده. اللي يشوف الفيديو يدوس لايك، اللي يعجبه الفيديو يتفرج على الفيديوهات القديمة، هيلاقي حاجات ان شاء الله كويسة معاه، يعمل سبسكرايب في القناة عشان يوصله كل جديد ويوصله اشعارات بكل الحاجات الجديدة. انشروا الفيديو بين اصحابكم، عايزين نوصل للألف بسرعة، عشان قلنا لو وصلنا للألف ان شاء الله هيبقى فيه مفاجأة قوية جدا وحلوة جدا، هتعجبكم جدا وهتفيدكم جدا بإذن واحد احد. بس اكتبوا لنا كومنت حلو كده عشان يدعمنا، ويا رب نشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.